ثواني نعرف واحد في المره الطياره دي. استنى نعرفها بس عشان مهندس عادل القاي بقاله كتير على التليفون وكان حابب يعمل مداخله لما عرف ان انت معانا. طبعا ده اهلا بيك يا باشمهندس. مساء الخير يا جماعه. والاول اهنيكي انت والكابتن هاني على التطور اللي شافه البرنامج. اشكرك. واستقراره على هويه يعني واضحه جدا، فبهنيكم وببارك لكم. ربنا يخليك، شرف موجود معانا النهارده. وكمان اكيد اول ما سمعت ان سعد موجود فاكيد كان عندك حاجات تقولها لسعد سمير يا باشمهندس. لا هو سعد اصله يعني انا عصرته من اول ما كان لسه في ليبيا، وفكره انه يجي مصر ويجي على النادي الاهلي، وبعدين تطور مراحله كلها. فانا لامس فيه انه شخصيه مسؤوله، يعني تقدر كده الموضوع يبان انه بيهزر كتير وبيضحك كتير، لكن عنده مسؤوليه. ساعه الجد عنده مسؤوليه، مسؤوليه تجاه نفسه وتجاه ناديه. ف مؤكد ان سعد دلوقتي واللي زيه اثنين ثلاثه اللي باقيين من الكبار، اعتقد ان المسؤوليه الكبيره ان سعد عليه. وهم هو قد المسؤوليه، ويمكن من زي انا الاحساس نفس احساس اللي وصل لحضرتك وصلني، لان وسعد قال انا بقالي كتير ما شفتش الكابتن هاني، وانا فعلا بقالي في نضوج في الشخصيه واضح جدا. مش معنى كده ان هو كان بعيد، لكن كل مرحله سنيه بيمر بيها اللاعب بتفرق مع المرحله على الثانيه، هو حاسس بكده. فبدا النضج كمان، مسؤوليته كواحد من كبار الموجودين في النادي الاهلي، وشخصيه كمان بان اللي هو لا قد ايه مرتبط بالكيان، وقد ايه سعد عارف قيمه النادي الاهلي، ودايما بيتكلم على بوتريكا كان بيقول، وبوتريكا كان بيعمل، وعماد متعب واحمد فتحي وكل دوت هو اخذ منه شرب بمعنى الكلمه شرب. وده بيبدا كمان الاولاد الصغيرين يبدا يعلمهم الكلام ده، فده مهم جدا جدا. يعني الصفه الثانيه بقى اللي عنده اصرار. يعني هو كان في البدايه مش متخيل ان الفرصه هتجيله، وانه هيقدر يلعب مكان الكابتن وائل جمعه. كنت بقعد اقول له اللي ما كانش عايز اخرج عاره عشان العب، كنت باين انه هيبطل. يعني كان بيقول لك كده يا باشمهندس، ها كان هو نفسه بيقول لك، هو نفسه بيقول لك انا عايز انا هلعب على وائل جمعه، سيبني اطلع اعاره عشان العب. يعني لا كان يقول يا كابتن عقلي انا وبعدين انا فرصتي. قلت له انت هتبقى الوريث الشرعي لوائل، ما تستعجلش، لان كان في سمات دي، نفس الاصرار نفس وحصل نفس الجديه. بس هي ممزوجه بقى على ايه، على مرح وعلى خفه دم، بس عارف يوقفها امتى. يعني بس من ساعه ما بقى كابتن الفرقه، يعني حته الهزار دي قلت شويه. ما عشان كده قلت كتير كمان شخصيه فيها يعني نضج كبير يا سعد. يا باشمهندس حضرتك، انا يعني اللي عايز اقوله لك، انت قلت كلمه قط اللبس، واتكررت الكلمه دي الفتره اللي فاتت كتير. وكلنا كنا فاكرين قبل الكورونا كان بيتقال ايه على النادي الاهلي، ودي ميزته في اوضه اللبس المنضبطه ودور اللعيبه الكبار. يعني اعتقد ان عليكم مسؤوليه اللعيبه الكبار دلوقتي، كابتن شناوي، كابتن وليد، انت، رامي، يعني المجموعه اللي هي بقى عليها الدور بقى تتحمل المسؤوليه دي وتنقلها يعني احنا عايزين ننسى نفسنا لمده شهر ونص اتنين، وما نركزش الا في حاله واحده. انت قلت ازاي كنا بنفكر ان لازم نلعب ولازم نكسب والا هنروح البطوله العربيه، البطوله الافريقيه. اعتقد ان الحلم ده موجود. ما هو صحيح الظروف اصعب كتير دلوقتي، لكن دورك بقى ودور رجاله الاهلي الكبار اللي موجودين، ان يعني تعيشوا كلكم الحاله دي مع بعض ومع بقيه الفريق، علشان الحقيقه حجم التوقع كبير جدا عند الجماهير. انا طبعا بشكر حضرتك يا باشمهندس على كلامك، وباكد لحضرتك ان الصوره اللي حضرتك بتقولها دي واصله لنا كويس جدا، وواصله لمعظم اللعيبه، واحنا بنحاول ناكد وبنحاول ان احنا لو حصل سهو او لو حصل
بعض التكاسل، ان احنا بنفوق بعض، ان احنا بنكلم بعض وبنحس بعض ان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا بالنسبه لنا، عندنا تحديات كتيره زي ما حضرتك قلت على كل المستويات. لكن دايما لعيبه النادي الاهلي لما بكون رجاله وده عهدنا بيهم، ولما بكون عندهم تحمل مسؤوليه واصرار مهما كانت الصعوبات اللي احنا بنواجهها ان شاء الله قادرين نحققها. وهو ده اللي احنا مركزين فيه الفتره اللي جايه، ان احنا لازم كل لاعب في النادي الاهلي من اكبرنا لاصغرنا يكون واصل له حجم المسؤوليه اللي موجوده الفتره اللي جايه. عندنا شهر ونص او شهرين مصيريين بالنسبه لنا ان احنا نوصل لهدفنا ونوصل لهدف اللي جمهور النادي الاهلي كله بيحلم بيه. فانا بنقل لحضرتك الصوره ان ده بيتقال، وان احنا على قد ما نقدر بنبقى حريصين جدا على الكلام ده، وحريصين جدا ان احنا يعني على حتى لو كل لاعب بنتكلم في الكلام ده، علشان خاطر النادي الاهلي كبير جدا وعظيم جدا ويستاهل اكتر من اللي بيتعمل وزياده. يعني باذن الله، يعني انا ليه كنت عايزك تطمن الناس على النقطه دي، لان كان الفتره الاخرانيه فيه شويه قلق، ويعني الناس بتحاول تصدر لنا صوره سلبيه عن اللي موجود داخل النادي الاهلي. فالبركه فيكم وفي احساسكم بالمسؤوليه. ومعلش يعني انا خدت البصار في اتجاه شويه كده. بالعكس لا بالعكس، ده هو ده الكلام اللي اكد عليه يمكن سعد حتى في البدايه. صحيح. يعني هو ده يمكن حضرتك ما اعرفش خلاني الحقيقه تطلب يعني المدرب. عايز اطلبها منه بشكل واضح. وانا عارف انهم اداوا ودود باذن الله. ان شاء الله يا باشمهندس. ان شاء الله كل خير. شكرا جزيلا ليك يا باشمهندس عادلي. شكرا ليك. وطبعا شرفتنا. تاني يعني تاكيدا على كلام حضرتك، الكلام دوت سعد سمير بيقوله وبينقله للناس وبيطمنها. انا متاكد ان جماهير النادي الاهلي عارفه الكلام ده سعد كويس، لكن محتاجين كمان تاكيد ومحتاجين الوقت. دايما انت بتتكلم ان الوقت صعب بيتبان المعادن القويه. خلي بالك لو ما فيش شوشره وما فيش دوشه ممكن جدا الناس بتنسى واللعيبه بتنسى ويبقى الدنيا ماشيه، لكن لا، ساعه الازمه فعلا لازم انت الدور الباشمهندس عد، وانت اللي ناسك قلته ان ده دور اللعيبه الكبيره اللي احنا اتعلمناه من كباتننا. دور ده ان شاء الله تقوموا بيه بشكل كويس جدا على المستوى ان شاء الله مستوى بطوله الدوري محسوم باذن الله، لكن الاهم طبعا البطوله الافريقيه ان شاء الله.